الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قررت وزارة الموارد المائية إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء عن الخطة الزراعية الصيفية بسبب شح المياه، ورهنت عودة زراعة المحصولين باعتماد تقنيات حديثة للري. وقال وزير الموارد المائية عون ثياب عبد الله إن هناك نظاما مقررا ومنتظما لتوزيع المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى، مضيفا أن نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 مترا مكعبا بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحة المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة 1,100,000 دونم، إلى جانب إطلاقات المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية. قالت لجنة الاستثمار النيابية إن قانون الاستثمار الصناعي من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت، ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر. وقال عضو اللجنة ضياء الهندي إن القانون سبب خلافا بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع، فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك. ولفت إلى أن أي تدقيق سيزيل 95,000 مصنع، لأنها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع. أما ما يتبقى فهو أقل من 5,000 مصنع، أغلبها أقل من عادية. أعلنت اللجنة المالية النيابية أن ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية يعود لعزوف التجار عن دخول المنصة الإلكترونية لبيع وشراء الدولار. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن عزوف التجار عن المنصة ولجوءهم إلى السوق السوداء يزيد الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعاره إلى أكثر من 150,000 دينار لكل 100 دولار، فيما أكد أن أزمة ارتفاع أسعار الدولار تكمن في إجراءات البنك المركزي وتعقيدات الحصول على الدولار. هذا وتشهد أسعار الدولار في العراق ارتفاعا مستمرا بعد فشل الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الصرف في الأسواق المحلية. تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر تموز الماضي لأدنى مستوياته في أكثر من عام، مسجلا 2.3% مقابل 2.7% في شهر حزيران. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات. ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3% عن شهر حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.4% عن شهر حزيران كذلك. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مع شح الإمدادات قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين، والتي من شأنها أن تقدم أدلة على آفاق أي انتعاش في الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتتداول عند 86 دولارا و34 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 82 دولارا و34 سنتا للبرميل. ومن المرجح أن يتم الحد من ارتفاع الأسعار هذا العام، ولا سيما مع استمرار التعافي الاقتصادي الصيني في الظهور وإيقاف إنتاج أوبك. وقد تستغرق أسواق النفط في توازن جديد مع اقتراب الأسعار من سقفها. قبل النهاية، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
الختام الموجز. إلى اللقاء.